مرحبا. من أكثر الزهور ندرة بالعالم فهي بتحتل المرتبة العاشرة. بتنمو بشكل طبيعي بالتلال الصخرية بشمال أفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط. كامبيون بيعتقد البعض أنها انقرضت من النمو البرية من أكثر من 20 سنة، لكن هي معمرة وتم زراعتها كل عامين أو كل عام. من تالي نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تميل درجات الحرارة ارتفاع قليلا لتصير أعلى معدلات بحوالي 2 لـ 4 درجات مئوية، وعم يكون جو بين صحو والغائم جزئيا بشكل عام. وأساتذة المخبر بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة، رياح غربية لجنوبية غربية معتدلة عم تنشط أحيانا وتوصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تراوح بين 50 و 75%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 26 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق اللي بتكفي فيه الأجواء المشمسة، عم تسجل العليا 36 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء مشمسة بسويدا، وعم تتراوح الحرارة بين 17 و 32 درجة. أما بدرعا فعم تسجل صغرى 20 درجة، وبالقنيطرة مكفي الطقس مشمس وعم تسجل العليا 32 درجة. بالمنطقة الوسطى عم تكون الأجواء كمان صح مشمسة بحمص، وعم تسجل العليا 35 درجة. أما بحما فعم تتراوح بين 20 و 37 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون طقس بين الصحو والغائم جزئيا بطرطوس، وعم تسجل عليا 30 درجة. أما باللاذقية عم تسجل الصغرى 23 درجة، وبلواء اسكندرون عم تتراوح بين 23 و 31 درجة. بالمنطقة الشمالية عم يكون طقس مشمس، وعم تسجل عليا بقدر 33 درجة. أما بحلب فعم تتراوح بين 22 و 37 درجة. بالمنطقة الشرقية مكفي الطقس صديمي بالرقة، وعم تتراوح الحرارة بين 24 و 38 درجة. أما بالحسكة فعم تسجل فيها الحرارة العليا 41 درجة. أخيرا بدير الزور عم تتراوح الحرارة فيها بين 26 و 41 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت. لوني بكرة وتصبحوا بخير.